فيما يخص يعني عدم الأصوات اللي تدعمهم. فبطبيعة الحال يعني كان المغرب، واسمحوا لي لما نقول المغرب لا نقصد أبدا الشعب المغربي، الشعب المغربي نحترمه، شعب مثل كل الشعوب يعني محترم، ولكن نقصد يعني السياسيين أو المخزن، المخزن. ولا ننسى بأن في الوقت الحاضر الشعب المغربي راه يعاني من تحركات يعني الشرطة والقوات العسكرية الأمريكية المغربية. على كل، فبدأ المغرب يتحرك لكي يرفض وجود الجمهورية الصحراوية داخل منظمة الاتحاد الأفريقية. ففي الحوار كان بيني وبين أمين المنظمة الاتحاد الأفريقية السابق إدم كوجو، قلت له ما عليك إلا تطبق قانون المنظمة، أنت كأمين عام مالك أي مساندة للمغرب أو للصحراء، طبق القانون. واش فعل؟ واش كان ينص القانون سيد جودي؟ هو القانون يقول انه ان اي دولة افريقية اللي تطلب الادوية يعني تمر الطلب هذا يوزع على جميع الدول، دول الاعضاء، دول الاعضاء، وبعدين هما يعطوا رايهم في الموضوع، واذا حصلنا على الاغلبية الامين العام يقرر بان هذا البلد اصبح عضو من منظمة الاتحاد الافريقي. وبالفعل يعني إدم كوجو اتصل بجميع الدول الأفريقية وجاء العدد الكافي يعني الأغلبية الساحقة يعني الأغلبية بنعم، فإذا أصبحت الجمهورية الصحراوية كعضو رسمي لمنظمة الاتحاد الأفريقي.